صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم ثمانية لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم سبعة لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات جاء فيه المادة الأولى يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات والمرافقة لهذا القرار